كأنها مركب ما بترساش على بر. الحجاب طبعا انا شايف انه الحجاب يعني هو صح، بس انا مش قادره. طوق نجاتها الوحيد هو حبها للحياه. حسيت ان انا حابه اشتغل وحابه ابقى متواجده وحاسه ان ده ما يمنعش. كنت حابه النقاب؟ اه. عملتي مره لايف كوتشنج سيشن اونلاين؟ كنت في المرحله صعبه بالنسبه لي، الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب. انا مش ممكن اتجوز حد يقول لي بطلي فن وقعدي في البيت، احنا مش في القرن ال 19. ازاي تكوني فنانه مشهوره وعندك كل ده، وازاي تقدري انك تسيبي كل ده عشان تتحجبي؟ بس ارجو الجمهور يفهم احساسي. في لحظه حسيتي انه الفن حرام؟ انا عمري ما قلت الفن حرام، بس سميتي الاعتزال توبه. لا، ما في تصريحات اتقالت عن لساني بالهبل. بتراهني على اللحظة بكل ما تملكي، ولو اللحظة طلعت غلط ولا تستحق الرهان تبقي خسرتي كل شيء. لا، لا أراهن أبداً أبداً على لحظة في حياتي أنا مش مؤمنة بيها. ممكن ظروف حياتي تؤدي إن أنا أعمل أو أخد اتجاه معين أو أفكر في حاجة معينة بناءً على لخبطه في ظروف حياتي. احيانا بتبقى ممكن تبقى الناس تانية مش شايفين الحته دي، بس دي ما انا عشان كده بقول لك بيهايند ذا سينز، ان الناس بتشوف دايما حاله الفنانه بس. هي بالنسبه لهم حاله الفنان دي ما ينفعش تغلط، انما هم ما بيروحوش ورا الستاره دي وبيشوفوا ان انا انسانه. ما بيشوفوش الكواليس. انا انسانه بمر في حاجات في حياتي، يعني انا بمر بظروف في حياتي، بمر في حاجات ممكن تبقى صعبه قوي في حياتي. لازم اقف ولازم اخد ستبس غصب عني. انا قلت لك احيانا بتبقي احيانا في حته معينه يا تنطي بقى من ده وتروحي، يا تاخدي قرارات في حياتك. احيانا ظروفها بتحطك انك تاخدي قرارات معينه. ان يو هاف تو ادابت للقرارات. بس انت وصلتي ان انت تتشطبي من النقابه. لان ما انا بقول لك، لان احنا في الزمن يعني المره دي الصراع. أيوة. ده يا حلا. ايوه حبيبتي، كبر كبر عليكي حتى. فاهمه قصدي؟ لا انا هشرح لك ليه. لان احنا في زمن السوشيال ميديا. احنا في زمن مليان، يعني انت لو عملتي حاجه صغيره قد كده تكبر، تبقى قد كده تكبر قد كده، لان انت عندك سوشيال ميديا وعندك ناس، وعندك ناس رافضين للي انت بتقوليه، وعندك ناس كارهين، وعندك ناس مش حابين، انت عندك كل الانواع. فانت بقى غصب عنك في الزمن ده في وسط الصراعات الكتيره قوي دي والتناقضات اصلا عند الناس هي اللي كتيره، غصب عنك عنهم هتلاقي بقى الحاجات كبرت قد كده. انت فاهمه قصدي؟ فهم كبروا مواضيع قوي، مواضيع كبرت قوي في الوقت ده. فاهمه؟ فعشان كده انا بقول لك القصه دي كلها ليه مش بحب انا اتكلم فيها، لان هي مرحله عدت في حياتي. في حاجات اثرت فيا بالسلب. اكيد بالسلب على فكره. اكيد اكيد اكتر بكتير من الايجاب. لكن بعد كده انا خدتها وقررت ان انا هقف وهحولها لايجاب، ايجابيه. مش هتبقى سلبيه. في ناس اتضروا وفي زمايلك. انا اول واحده اتضريت. انا يعني اول واحده اتضريت. هقول لك معلش انا هوقفك. لا انا اول واحده اتضريت. انا اول واحده يعني نفسيا اتضريت من الحته دي قبل الناس. واكتر حد طبعا اكيد. مش كانش سهل عليا خالص الموقف ده. فاهمه؟ بس انا بقول لك احيانا في بعض الاوقات في الحياه بتبقي في موقف معين في حياتك وغصب عنك بتضطري تادابت وتبقي في حته معينه مش عارفه تطلعي دلوقتي. فخلاص بتسيبي الامور تمشي كده. لكن انت ما كنتيش تقصدي الاساءه ابدا. عمري وطول عمري في حياتي، انا عمري في حياتي ما عملت يعني اي تصريح يضايق حد، والناس كده عارفه كده عني. لا اتخانقت في شغلي ولا عملت مشاكل مع حد. انا طول عمري مسالمه جدا، ومش من النوع اللي انتقد على الهوا، مش من النوع اللي اطلع اكلم حد زميل او كده على الهوا، مش طبيعتي خالص. يعني التصريح الوحيد مش انت، مش الوحيد بتاعك. مش طيب. هو كان وقتها في حاله من الاستغراب، بس فكره انه فنانه تزوجت، هو داعيه ولكنه منتج سينمائي بيمشي على الريد كاربت. بيمشي على الريد كاربت. فاهمه قصدي؟ بعدين تطلع الفنانه تتنصل من الفن والفنانين، يعني دكتور محمد العدل. انا بقول لك انا هي الكلمه دي جداً. انا ما عمري ما اتنصل. بصي انا عمري ما اتنصل. ازاي انا ابويا فنان اساسا؟ انا فنانه. يعني انت عارفه بعيدا عن التمثيل. فهمتي وجهه نظرهم؟ انا برسم. فهمتي يعني وجهه نظرهم؟ طبعا. هي دي هم هي دي المفارقه اللي وصل لهم. انا بقول لك اللي وصل لهم هي دي المفارقه. أيوة. انت فنانه بنت فنان وانت فاهمه قصدي؟ واللي وصل لهم. بصي الناس، وعلى فكره في كتير من الفنانين عشان هم فاهميني وعارفين حاله، فكانوا بيكلموني. هم ما كانوش زعلانين، كانوا فاهمين حاله، احنا عارفين اللي بيحصل.
كانوا عارفين. في ناس عارفة، بس الناس اللي مش عارفة هي الناس اللي سمعت، مش سمعت مني أنا. اللي عارفه كان المفروض طبعا يزعلوا عليكي مش يزعلوا منك؟ لا مش يزعلوا عليا أو يزعلوا مني. يعني بصي يعني أنت عمرك ما هترضي كل الأطراف مهما تعملي، وعمر ما الناس كلها هترضى عنك مهما يحصل يعني، فاهمة؟ طيب بغض النظر عن إزاي حصل، خلينا نقول أنت شايفة أن هو موقف منصف أن أنت بعد ما تصوري الفيلم وبعدين تتزوجي وتتحجبي وكذا وتعتزلي خلاص مش عايزة تمثلي تاني، فالفيلم ينزل فيبقى فيه لوم وعتاب لزميل؟ لا، هو كان الوقت ده كان فيه حاجة تخص الموقف ده في الفيلم، وكان ده كان ليها رغبة معينة أن يحصل حاجة معينة، والحاجة دي ما تمتش. أنا ما كانش عندي مشكلة يعني، أنا كحالة أصلاً كنت ناسية القصة وناسية الموضوع الأغنية وكل كلام، كنت ناسية القصة دي خالص. بس اللي حصل بقى وقتها عارفة المشكلة فين يا حلا؟ إنه ممكن مثلاً تكون أنت حياتك على المسرح شوية. طبعاً حياتك على المسرح زيادة طول الوقت يعني، كانت طول الوقت يعني حياتي exposed وتحت الأضواء، فطبيعي أن أنت غصب عنك بتفضلي طول الوقت عندك الحتة دي. عارفة لو عايز أقولك اللي أنا مريت بيه ده، أعتقد ثلاث أرباع الستات مروا بيه. أنا بقابل بنات كتير قوي بيقولوا لي إحنا كنا لابسين حجاب وقلعنا، بس إحنا بنصارع في الحتة دي وتزوجنا واتطلقنا وتزوجنا. يا خبر ده، أنا أعرف بقى أكتر مني بكتير. أنا اتجوزت مرة واحدة وسنين طويلة، وبعد كده لما اتطلقت بسنة ونص اتجوزت سنة ونص، لأن أنا ست في الآخر. أنا في تصريح ما ينفعش ست تفضل لوحدها. في تصريح في الحتة دي بيضحكني جدا. يعني انت وقت ما طلقتي مثلا طلع زوجك السابق هو داعية كمان؟ ابو اولادي ما كانش داعية اساسا خالص والله. هو حتى هو ما كانش داعية اساسا. الشيخ يوسف في هم مسمينه كده عشان عنده شدان. لا انا ابو اولادي مش داعية، ابو مش اولادي داعية زينا على فكرة. هو كان هو اسلم وبعد كده واتجوزنا احنا بقى يعني، اسلم قبلي انا بسنة يعني، قبل ما انا اعرفه اساسا يعني، فاهمة قصتي وقصته؟ هو كان اسلم تقريبا من قبل. بس انا اعرفه وانا عندي 14 سنه. كنتوا اصحاب؟ كنتوا اصدقاء؟ كنت بحبه جدا من وانا صغيره يعني، كان هو ده فاهمه، كان بتاع حب الحياه بالنسبه بجد؟ ايوه انا اعرفه وانا صغيره، ويوسف بالنسبه لي كان هو يعني، وسبحان الله ربنا جمعنا وخلفت منه 4 أولاد حلوين. ايه الصراع مع النفس اللي حاله بتعدي بيه؟ اكبر صراع؟ اكبر صراع انا طول الوقت اكشلي في صراع، واعتقد ان الناس كتيره كده، بس انا خلي بالك صراعاتي كتيره قوي، لان انا ولادي في كندا مش هنا، وجزء كبير من الصراع ده ان انا كنت نفسي ان هم دايما يبقوا معايا. طبعا بكلمهم كل حاجه، بس جوايا انا ببقى تعبانه جدا جدا يعني، قلبي بيتقطع يعني. ايوه طبعا. الصراع التاني ازاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك وبين انك تبقي بترضي ربنا وبتحبيه في نفس الوقت، التوازن. الحته دي اكبر صراع، اكبر صراع جوايا. اكبر صراع عندي واقدم واحد هو ده الديب عندي، لان بصي انا جوايا شخص روحاني جدا خلاص، وبميل اكتر للحته الروحانيه مش الحته الدنيويه. دي طبيعتي مش عارفه اغيرها، انا كده من وانا صغيره جدا يعني. فانا بالنسبه لي بحس ان انا قربي من ربنا بسعاده كبيره قوي في حياتي، فلما ببقى مش قريبه قوي من ربنا مش بالشكل بقى والحجاب وده، ده طبعا ده جزء، لكن اللي جوايا انا لا، من جوه ببقى طول الوقت عندي لخبطه، فاهمه؟ مش واقفه كده على. طب استوعبتي مبدئيا فكره انه القرب من ربنا مش لازم يبقى بالزي؟ طبعا استوعبتيها ولا طبعا لسه رايحه جايه فيها او فيها حته صراع صغيره؟ لا استوعبتها، لان كان بقى لي فتره دلوقتي الحمد لله دلوقتي بقى لي الحمد لله سنه، طريقه تفكيري في الحته دي كلها اتغيرت، طريقه تفكيري نفسها وتغيرت بناء على تجارب طبعا يعني، تجارب بتمر بيها وحاجات عانيتي كمان منها وتعبتي. فلما وقفت على رجلي حسيت ان احيانا الانسان بيبقى تو هارش على نفسه يعني، بتجلدي نفسك بزياده. اتعلمت ان انا مش لازم طول الوقت اجلد نفسي بزياده على كل حاجه بتحصل ليا او حواليا. اتعلمت ان كل حاجه بتاخد وقتها، فاللي انا حاساه هعمله، اللي انا مؤمنه بيه هعمله، ولو ربنا قدر لي في مع الطريق حاجه تانية هشوفها. فمش لازم افضل طول الوقت في حته الصراع الداخلي بتاعها جلد الذات. مش لازم افضل في جلد الذات طول الوقت.
بس هو ده يعني. دول بس الصراعين اللي في حياتي. صراع تالت مفيش عندي استقرار قوي في حياتي، ده صراع تالت مهم قوي. طب ليه استقراري في حياتي صعب قوي؟ ليه دايما حالة لما بتختار شريك حياة بتختار شخص متدين ملتزم؟ تختاري ستايل معين؟ والله مش بختار، هي الحياة يعني. انت بتقابلي حد بتنجذبي؟ ممكن اكون في مرحلة ما انجذبت يعني بنجذب اكتر، لكن مش ما اخترتوش يعني. انت حاجه بتقابليها في حياتك بتحسي الله بتنجذبي للنمط اللي انت شايفه فيه ان هو ممكن يوديكي او يساعدك في الحته الروحيه اللي انا حاساها بالظبط. انما مش انما دلوقتي عادي، لكن طبعا اكيد جوايا لما اخترت ابو اولادي اللي انا كنت بحبه جدا من وانا صغيره حبيته اكتر، لان حسيت ان هو قريب من ربنا. هنصلي مع بعض وهنقرا القران مع بعض، انا بحب الحته دي قوي. بس في ناس بتقول اصل انت كل ما تتجوزي بتختاري حد كده وبتتحجبي لما تبقي مع الشخص ده. لا احنا اتفقنا ان الناس بتشوف من بره. بتشوف من بره يعني. انا حبي للحجاب ده كان ملوش علاقه بحد. يعني ده حاجه من قبل اي حد. وقربي لحد متدين سنه بيخليني اتشجع ان انا البس حجاب، بيشجعني زي ما انت بتروحي في حته بتسافري حسب المكان بتتشجعي تعملي تخرجي ولا ده. دي حاجه ليها علاقه بالانفايرمنت اللي حواليكي. فانا بحس الانفايرمنت ده هو ده اللي بيديني الاحساس ده. صراعك مع القدر، ايه اللي الاقدار فرضته على حياه حلا كانت بتصارعه معظم الوقت؟ يعني مع القدر في حاجات كتير، بس أنا راضية يعني. في حاجات كتيرة بس أنا راضية بكل يعني. أنا جات لي وقت كنت حاسة أن أنا مش راضية، زعلانة ليه بيحصل كده وليه لازم يحصل كده. لما بعد كده بقى عرفت أن ربنا دايماً ليه حكمة في كل حاجة. فليه حكمة بجد يعني. انت ساعات تقولي ليه كده ومش عارفه ايه، بس تكتشفي ان ربنا ليه حكمته او مش بتفهميها ساعتها. بتفهمي ان انت مريتي مثلا بالتجربه الفلانيه دي او بالموقف ده عشان يعلمك تبقي اقوى. ولما بتفهمي الحكمه قدام شويه بتكتشفي انها كانت خير، كانت اخير من اي شيء تاني، ان هي كانت احلى حاجه يعني. ساعات في وسط كل الحاجات الغلط او مش كويسه دي اللي بتوجع دي بتطلعي منها بتحسي ان انت الله ايه ده انا. طب قولي لي قدر من دول يعني الأقدار. قدر ما كنتيش فاهمة إن هو حكمة ربنا فيه خير ليكي، ولما فهمتي بعد كده بدأتي تاخدي بالك إن كتير بتبقى حكمة ربنا خير. بصي في حاجة بس مش عارفة أقولها بصراحة. قوليها على الهوا ولا لأ؟ قوليها، قوليها من قلبك. لا، أحياناً بتاخدي قرار في حياتك أنت كنت بتبقي فاكرة إن هو ده صح. بس بتكتشفي إن هو كان مش صح وتتعبي يعني. انا تعبت في بعد ما خدت القرار ده. تعبت قوي، تعبت قوي 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 نفسيا وروحيا وجسديا وكل حاجه. ما كانش اسهل حاجه عليا. وكنت بقعد اقول ليه يا رب يعني، انت في حاجه غلط في الاختيار ده، في حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان ده كان احسن حاجه حصلت يعني. انا نفسي اشكر الوقت ده يعني. شكرا شكرا على القرار الصعب قوي ده. لا ما انا مش عايزه اقول عشان يعني ممكن مش لازم نقول اسم حد ولا يضايق الناس. لا لا خالص، انت بتتكلمي عن حلقه قد وده يكون حقك. بصي قد يكون الموقف ده مش شرط يكون الشخص اللي انا هتكلم عنه. هو ممكن يكون انا. انا اللي اخترت. انا ده كان يعني الموقف كمان عندي انا بسبب ظروف حياتي في الوقت ده، او انا كنت شايفه حاجه معينه في الوقت ده ظنيت ان دي احسن حاجه. بس اكتشفت بعد كده ان لا، بس خلاص يعني مش اختيار. عايزة. كان اختيار خاطئ. كان اختيار اختيار خاطئ. تأذيتي لأنه وجعني. الاختيار ده وجعني. والحمد لله انا عديت من الموضوع ده. وطلعت انا دلوقتي احسن بكتير. بكتير يعني. دي من الحاجات اللي بتشوفيها قوه في حلا. ايوه، عرفت اطلع. قدرت اطلع لانه كان صعب قوي اطلع منه، لكن عرفت اطلع. الحمد لله. في صراعاتك مع محيطك في وقت معين مثلا زعلوا منك زملائك وناس كتير منهم صرحوا وناس كتير منهم ردوا واتكلموا وكانوا مستائين جدا، والموضوع وصل لدرجه انه النقابه شطبت اسم حلا. ايوه، وحلا اعتذرت. صح، انا اعتذرت. كلميني عن الصراع. اولا طبعا اعتذر، رغم ان انا يعني هنقول ان انا ما يعني انا ما غلطتش. كان الغلط مش جاي مش مني، كان من واتحسب عليكي. واتحسب عليا. ما كانش منك واتحسب عليكي. ما كانش مني واتحسب عليا بالظبط.
ورغم كده انا قلت انا مش مهم خلاص. الناس مش فاهمه قوي، الناس يعني فاكرين ان ده انا، فخليهم فاكرين ان ده انا وخلاص. يعني انا هتحمل المسؤوليه كامله وهعتذر طبعا. لكن زمايلي حبايبي عايزه اقول لك، وانا بعتز بيهم كلهم كلهم، وهم كلهم جمال، وعمري ما في حياتي فكرت ان انا ممكن اقول كلمه تضايق اي حد. هم غاروا على الفن ساعتها، هم غاروا على الفن اكيد، بس هم انا بقول لك التصريحات اللي اتقالت ما كانتش احسن حاجه، والكلام اللي وصل طبعا من طبعا الصحافه جزء، ومش عارف ايه، الناس برضو بتتكلم كتير في زمن صعب، كل فيها بقت منتشره وكلام كتير بيزيد الدبل دبل دبل عقبال ما يوصل للحقيقه بتبقى قد كده. هو ده اللي حصل بالظبط، يمكن ده اللي خلاني اكتر حاجه شويه متضايقه في المرحله دي. انا كنت حاسه ان الموضوع كبر قوي، وكان المقصود يمكن حاجه صغيره قوي، بس الحمد لله يعني. لكن طبعا بعتذر لهم اكيد لو اي حاجه ضايقتهم، لان انا خلي بالك انا في الاخر برضو انا والدي فنان، وانا من اسره فنان، ف يعني الفن بالنسبه لي حاجه. من الحاجات اللي زعلتهم وخصوصا ان انا والدي برضو طلع واتكلم عشان هو كمان كان متضايق، بس كان متضايق عشاني. تاخدي بالك في وقت قال انا متضايق عشان انا عارف ان الحاله مش كده. قال لي انك مخطوفه مختطفه. ايوه قال انت مختطفه. كنت مختطفه فعلا. كنت حاسه انك مختطفه فعلا؟ يعني بصي المرحله دي عدت ومش عايزه اخدها قوي، بس ما كنتش في احسن حاله في حياتي. انا قلت لك انت بيجي لك مرحله في حياتك، خلي بالك انا طالعه من 12 سنه 11 سنه كنت في حياه مختلفه، وراجعه اشتغل. فانا قابلت هجوم كبير، يعني الناس اتقسمت، بقى في ناس مع ان انا ارجع، وفي ناس ضد ان انا ارجع، وفي وسط صراعهم دول انا اللي واقفه في النص. فانا اللي تعبانه، لان لا انتوا كده صح ولا انتوا صح، لان انا في حته ثانيه خالص. انا موقفي كان مختلف تماما، ولا حاجه من اللي انتوا قلتوها ولا حاجه من اللي انتوا قلتوها، بس مهما انت تشرحي عمرك ما هتقدري توصلي اللي انت يعني اللي انت جواكي قوي للناس. الناس مش هتستوعبه، مش هتفهم ان دي كل انسان بيمر بظروف معينه في حياته بتبقى مش اسهل حاجه، بتبقى قويه. يعني انا خلي بالك مش من النوع اللي اخد اي ستيب الا لو بجد حاجه عملتني كده قوي. فانا عملت كده قوي، فكان لازم اخد قرارات في حياتي، وانا دايما كتير في حياتي بتحط في الحتت دي، ان ببقى كده قوي لازم اخد قرار في حاجه معينه، يبقى كده يبقى كده. ف ممكن يبقى ليه علاقة باللي قلتيه في الأول، إن أنت ما بتستخدميش أقنعة، وإن أنت ما بتعرفيش تعملي عكس اللي أنت حاساه. إنك ما بتعرفيش تستسلمي الوضع بالزبط. ما بقاش شبهك أو ما بقاش بيريحك عشان تبقي في الكومفورت زون. بالظبط أنا ما بقى لازم بتدفعي تمن ده يا حلقة. أكيد أي حاجة في الدنيا عايزة تعمليها لازم هتدفعي تمنها. أي حاجة. الصراع اللي مع نفسك. أوكي. قرب يخلص ولا خلص ولا مش هيخلص؟ لسه قدامه شويه. مش حاسه انه هيخلص؟ مش هيخلص. بصي مفيش حد مننا ما عندوش طول الوقت الليل نهار، لازم حتى بتحطي نفسك على المخده بتقعدي تفكري في 100,000 حاجه. تأثرتي يعني اتضايقتي لما حد وصفك مثلا بزجزاج رايحه جايه وهو مش متفهم ايه اللي جوه؟ بصراحه اتضايقت، لان انا والله انا مش كده. وعلى فكره انا مش مضايق خالص، وعمري ما حاسه ان انا مضايقه، ممكن ابقى مع نفسي على نفسي. يعني ازهق كده اقعد شويه، نفسي انزل اتمشى بتاع، لكن عمري ما كنت مضايقه على الناس. مش الناس كتير قوي تعرفني، عمري مش هقلب على حد ولا ما عنديش التركيبه دي انا. قصتي شويه عميقه جدا خلاص. فطبيعي ان انت احيانا بتتعبي من حاجات معينه او بتضطري تعملي تصرفات معينه، انما ما انهاش مثلا في جواز او طلاق او كده، دي حاجه ديبر خلاص، دي علاقتك انت بربنا ازاي تحدديها، مش حاجه سهله على فكره. صحيح. وخصوصا لو انت عايزه تبقي صادقه في اي حاجه بتعمليها. صحيح. مش حاجه سهله. بتاخد وقت طويل وسنين. ده في ناس، مش هم في ناس بتقعد سنين اللي هم العلماء مثلا ولا فيلوسوفرز ولا، مش بيقعدوا سنين عشان يطلعوا. طبعا بيتعبوا قوي. بيتعبوا قد ايه؟ جدا. بيدفعوا من روحهم من طاقتهم وقتهم ومن صحتهم ومن ايام حياتهم علشان يوصلوا لايه؟ لحاجه قد كده صغيره بس تبقى حقيقيه. لحكمه قد كده. لحكمه قد كده. قد كده. انا شويه بحب عندي الحته دي شويه جوايا على قدي خلاص، وشايفه ان الانسان الحقيقي لازم يكون كده. لانه لو هو عايش كده وخلاص يعني زي ما تيجي تيجي، ما ناس كتيره ممكن تبقى عايشه زي ما تيجي تيجي. انا ما احبش ابقى عايشه زي ما تيجي تيجي.
انا احب ان انا ابقى فاهمه وعندي معاني فاهمها وعندي حاجات احس بيها لان انا شايفه ان هي دي متعه الحياه اصلا، ان انت تبقي عايشه فيكي ده جواكي. اكتر هجوم اثر فيكي يا حلا وضايقك وزعلك، مش مسامحه اللي قاله او مش مش معدي عليكي يعني؟ بصي زعلت من حد قال هي في حاجه في مخها مش كويسه او محتاجه تتعالج وكده، بزعل قوي. ده زميل ولا ناقد؟ لا هو ما اعرفش بقى لو زميل او ناقد. انا فاكره الجمله وناس كتيره بتقولها، يعني سمعت بعض الناس بتقولها. بتضايق قوي لان انا بحس ان انتوا مش فاهمين حاجه. يعني انتوا بتقولوا ليه بتقولوا كده؟ يعني انتوا ما تعرفونيش اصلا، ما تعرفوش حلا. ما انتوا تعرفوا الصوره، انا قلت لك دايما في الصوره المرسومه دي اللي على المسرح بقى. على المسرح انت على المسرح. فهم شايفين الصوره دي، فالصوره دي ما ينفعش تتهز، فاهمه؟ فلما يشوفوكي انت او بيشوفوا احداثك انت بياخدوها برضو اللقطه دي من على المسرح. لكن مش بيروحوا ديبر يفهموا، ومش لازم يفهموا، فاهمه؟ انا وصلت مرحله دي ان انا خلاص حته مش لازم يفهموا، مش لازم خلاص، هو مش لازم لان ما بصي ما حدش بيفهم حد اصلا 100%. بس فكره ان انت تحكمي، انا ما بحبش احكم على حد، وعمري في حياتي ما حكمت على حد، لان كل واحد فينا بيمر بظروف مختلفه واحداث طبعًا مختلفه، محدش عارف ظروف حد. طبعا طبعا. فالكلام ده طبعا شويه بيضايقني. ممكن يكون يعني الهجوم على حلا ليه علاقه شويه بانها ست، يعني ممكن لو راجل اخذ القرارات دي في حياته بالشكل ده هتعدي عادي ومحدش. ممكن عشان الستات فعلا مختلف، موضوع مختلف بالنسبه لهم. ممكن. من الفصل التاني للفصل الثالث مع حلا شيحة. في الفصل الأخير من المسرحية دي اللي هي اللحظة اللي حلا واقفة فيها دلوقتي مع نفسها، لما تبصي لورا على كل اللي فات، حلا بتقول لنفسها إيه؟ بصي كده لورا، بصي لورا، بصي لورا معاكي. لا بقول الحمد لله أول حاجة، وبقول أنا راضية، أنا أسعد دلوقتي. واعتقد السن ليه عامل، انت كل ما بتكبري شويه تعدي مرحله سنيه كمان بتبقي اهدى وبتبقي اركز وبتبقي اوعى وبتبقي عارفه تاخدي قراراتك بصوره احسن، وشايفه ان اللي عدى كله جزء من رحلتي. لو هنعتبره فصل، لو هنعتبر الجزء اللي فات ده كله فصل واحد، تديله اسم ايه لو هو فصل من روايه الرحله بتاعتك؟ اوكي. يوم حلو يوم مر. يوم حلو يوم مر. اسم حلو. هو كان كده فعلا. لو حلا دلوقتي واقفه قدام المرايه، لما بتبصي لنفسك في المرايه دلوقتي، بتقولي ايه لحلا؟ بتحسي ان انت ظلمتيها معاكي، تعبتيها معاكي، نصرتيها، نصفتيها، بهدلتيها شويه؟ عايزه اقول لها هي تعبتني معايا مش انا اللي تعبتها معايا. مين اللي تعب مين؟ قولي لي. اقول لحالة لو بصيت في المرايه ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حلوله؟ انا بدلع نفسي كتير قوي، بقول حلوله يعني طول الوقت لنفسي. انا عندي دايما حاجه كده بحبها قوي اللي هي الانر تشايلد. طبعا. وجربتها فعلا، وعلى فكره هي اكشلي هي جزء مني، يعني انا كتير قوي لما اسرح بشوف نفسي وانا صغيره، لما ببص لنفسي في المرايه بشوف دايما انا حاله الطفله، يعني دايما دايما مهما اكبر بحس دايما ان انا حاله الطفله الصغيره اللي بتحب تتشقى وتلعب وتسرح وتسرح. عايش موجود جدا متحكم. جدا وبحبها. وخلي بالك من الحاجات اللي دايما ترجعني لحاله، ان لما بتعب قوي او الحياه تتعبني قوي اغمض عيني واروح في الحته دي. بتقولي الحلوله ايه؟ حلوله بقول لها انا بحبك، انا بحبها وعارفه ان هي جميله وعارفه ان هي جدعه وعارفه ان هي بتستحمل كتير وعارفه ان هي معافره وعارفه ان هي صادقه جدا من جوه وبحبها زي ما هي زي ما هي. حلوله صغننه، حلوله صغيره اقول لها بتوحشيني دايما
بحب طفولتي قوي كنت انا. توحشيني، بحبك، بشوفك كتير وكونكت، انا عندي يعني علاقه بيها طول الوقت. يعني بنتكلم انا وهي طول الوقت يعني. سامحتي كل اللي أساءوا ليكي ولا في ناس مش قادره؟ لا سامحت، انا بطبعي بسامح وبنسى. يعني عندي الحمد لله نعمه ان انا ممكن انسى خلاص. بس ممكن لو حاجه وجعتني قوي قوي صعب انسى الوجع اللي حصل، الوجع لما افتكره اعمل كده، فاهمه؟ او حاجه تفكرني بيه اعمل كده من الحاجه دي ممكن. بس خلاص يعني ممكن تفضلي فاكره الوجع وتسامحي شخص. ممكن افضل فاكره الوجع واسامح الشخص ممكن. ايه الجرح اللي في حياه حلا او الشيء المحزن في حياه حلا اللي مهما عدى وقت ما بتنساهوش وممكن لحد النهارده لو افتكرته تبكي؟ أثرت فيا جدا كانت وفاة جدتي الله يرحمها، مامة بابايا. انا كنت بحبها قوي وكنت متعلقه بيها جدا، والموقف ده اثر فيا قوي. في حاجه تانية برضو، ولادي ان هم بعيد عني حتى لو مش مده طويله. مش قادره اقول لك كم الوجع اللي ببقى جوايا كل يوم لما اجي انام اصلا، بالذات وقت انه بحط كده راسي على المخده ببقى يعني قلبي كده بيتعسر، بيبقوا وحشني، ببقى نفسي يبقوا معايا. احساس صعب قوي. ايه الامنيه اللي فات اوانها من غير ما تحققيها؟ بصي انا كان طول عمري نفسي ابقى دانسر وابقى ستايلست. يعني من وانا صغيره كنت بحب ارسم، بعمل فاشن ديزاين وكده وبعمل حلو قوي. يعني من وانا صغيره جدا كنت برسمهم زي الكبار يعني، فزي واحده كبيره بالالوان بكل حاجه. دي من الحاجات اللي كان نفسي اعملها بس ما عملتهاش. وكنت بحب الرقص، انا كنت برقص يوميا يمكن 3-4 ساعات في البيت، كنت بجن امي يعني. ميوزك عاليه بقى في البيت وانا رايحه جايه، وشعري كان طويل بقى ويفي، واقعد بقى اقلب شعري وارجع بشعري عارفه اللي هي كده يعني. فكانت دي امنيه يعني ما عملتهاش. والتمثيل ما كانش على بالي خالص. خالص يعني. انا اعرف حاجه زي دي، ان التمثيل ما كانش على بالي خالص ان انا هبقى ممثله. القدر. القدر طبعا، القدر اختيار هو اللي حطني هنا. يس. كان قدر حلو ولا قدر مرهق؟ لا قدر حلو. انا مثلا لما بروح التصوير كل يوم ببقى مبسوطه ومستمتعه جوه الشغل. بحب حلو انك تعملي كاركتر كده وتطلعي حاجه مش منك وتقعدي وتعيشيها. فانا بنبسط لما بنزل الشغل، ببقى مبسوطه وسط زمايلي وانا بشتغل. بحب اشوف الحاله دي في الاخر لما تطلع كامله متكامله على بعضها بشكلها حلو. بتقدمي شخصيات مختلفه، بتقدمي معاني انسانيه حلوه، بتقدمي مشاعر حلوه. بيبقى جميل حلو يعني. اكيد مبسوطه اكيد. مونولوج النهايه هطلب منك ان انت تطلعي على المسرح وتقولي لجمهورك حاجه فيها معنى وفيها صدق وفيها خلاصه التجربه. ربنا يستر. خلاص نعمل كده. هتتفضلي على المسرح. هي دي أول مرة أقف على خشبة المسرح، هي مرعبة بصراحة. بس أنا حابة أن أنا أقول لكم على حاجة يعني أنا حساها، أن تجربة الحياة بكل لخبطتها بكل صعوباتها أجمل حاجة فيها أن إحنا نقع ونقوم ونقع ونقوم. يبقى عندنا القدرة أن إحنا نقوم ونغير وما نخافش أن إحنا نغير، نخافش من بكرة، ودايما نحس ان احنا جايين الرحله دي فنعيشها بكل حاجه فيها، بحلوها وبمرها، بصبر وبايمان ونتقبلها زي ما هي. فانا تقبلت حياتي زي ما هي وانا بحبها زي ما هي بكل حاجه حصلت فيها، وشايفه ان بكره احلى. باي باي.